قربت نهايتك يا فرهاد، وراح ارتاح منك. Kor gibi sıcak, yana sular gibi serin. Elme uzattım, korkuyorum çok. Çılgınlık bu, halim yok. بحبك كتير، عن جد بحبك. راسي عم يوجعني شوي. لا تشكيلي ببكيلك. انت عن جد مغرور تماما مثل اللي بالغنية. تصرفاتك كلها بتدل على انك شايف حالك وما في حدا قدك بالدنيا كلياتها. شو بدي اعمل فيك انا؟ بتخليني جيبها هون؟ قوم جيبها، بسمح لك. نعم. كمين انسحبوا، انسحبوا بسرعة. شو هاد؟ شو عم بيصير؟ مين هدول؟ يلا بلشوا تنظيف. يكون تبلشوا تنظيف؟ لا تقلق سيد عزاد، صحيح جهاز صغير بس مفعوله قوي، ما حدا بيقدر يلاقيه، حتى رح تسمع صوت النفس تبعه. هذا الحكي مزبوط، كله بسبب أصلي. بلشت تلعب معنا وتسحب مني فرهاد شوي شوي لصفها. شو رأيك نقضي عليها؟ لا تاكل همها، انت بس أمور معنا. هجيب لي راس أصلي لعندي بأسرع وقت. بدي وكلك بمهمة يا بنتي، أصلي واقعة بخطر كتير كبير، ويمكن فرهاد كمان، لهيك جهزي حالك وتعي معي لخبرك الموضوع. خلصنا تنظيف بابا. برافو عليك يا بنتي. شوفك. حابة تعرف القصة الحقيقية ورا موتها لأمك؟ تعازيه إلك مرة تانية. Ooh.